بسم الله الرحمن الرحيم. تطورات خطيرة يشهدها العالم العربي وخاصة على الساحة الفلسطينية. المؤامرات متعددة، التصريحات التي تأتي من الخارج وتهب علينا هدفها إثارة الإحباط واليأس، وكأن العصر الأمريكي الصهيوني قد ساد المنطقة بأسرها ولا يحق لأحد منا أن يتحدث. خلال أيام قليلة نحن مقبلون على انتخابات رئاسية هامة في مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. مؤتمرات متعددة تعقد، الساحة مفتوحة لكل المرشحين الأربعة كي يدلوا بآرائهم في الإعلام الرسمي والخاص وفي كل وسائل الصحافة والميديا والسوشيال ميديا. الحقيقة أننا أمام هذه اللحظة الفارقة نتوقف أمام ما يجرى في غزة، مؤامرة حقيقية، ذبح وتدمير وإبادة، لكن الأخطر هو سيناريو التهجير. قبل أن أتحدث عن سيناريو التهجير، أود أن أتحدث عن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي اعتبر صدر قانون، اعتبر أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية. القرار صدق عليه مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء اللي فات بأغلبية 311 صوتا مقابل رفض 14 صوت، منهم 13 من حزب الديمقراطي وواحد من الحزب الجمهوري. القرار بيدين بشدة جميع أشكال معاداة السامية والصهيونية، وبيأكد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في أمريكا وجميع أنحاء العالم في أعقاب تصاعد ما يسمونه بالخطاب والإجراءات المعادية للسامية والتي أثرتها الحرب على غزة. نعرفين أن معاداة السامية معناها معاداة اليهود. الآن أنت إذا تحدثت وقلت أن هذا احتلال صهيوني جائر فأنت معادي للسامية، إذا قلت أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين فأنت معادي للسامية، إذا قلت أن هذا القرار يجافي ويناقض قرار الأمم المتحدة رقم كذا أو قرار مجلس أمن رقم كذا فأنت معادي للسامية. كأن العداء للسامية يحاصرنا حيث فلسطين، حيث أي كلمة يمكن أن ترد وأن تدين السلوك العنصري الصهيوني. حركة الصهيونية حركة سياسية، حركة استعمارية، حركة هدفها بالأساس يهودية الدولة وتحقيق شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات، ما علاقتها بالسامية؟ لكن هذه هي السياسة الأمريكية وهذا هو الكونغرس الأمريكي. الأوضاع في غزة تمضي. CNN نشرت الأيام الماضية أن هناك خيام نصبت في رفح الفلسطينية على قرب أو بقرب الحدود المصرية، وأن عشرات الآلاف نزحوا. السيناريو القادم، خلوا بالكم معايا، هو سيناريو التهجير، التهجير القصري. الأمريكان والمصريين يقول لك احنا ضد التهجير القصري، بمعنى انه ما فيش قرار إسرائيل، لكن ده تدافع. مليون فلسطيني وقفوا على الحدود وتدافعوا. ماذا ستعمل مصر وماذا سيكون موقف الجيش المصري؟ الجيش المصري عبر بكلام واضح من السيد وزير الدفاع اللي قال ان مصر لن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه. وقبله تحدث الرئيس السيسي بكل وضوح، حدودنا خط احمر، يجب ان يعلم الجميع هذا الامر. نعرف تماما خطوره ما يجرى، ونعرف حرب الاباده التي تشن وخاصه في خان يونس وفي دير البلح وغيره وغيره، دلوقتي في الجنوب الضرب قاتل في الجنوب والوسط، ونعرف سقوط عشرات الالاف من الشهداء. الأمر مش 20,000 شهيد ولا 60,000 جريح، الأمر أكبر من كده بكتير. وزي ما طلع صحفيين قالوا احنا مش قادرين ندخل جباليا والمجازر على ودنه، موت موت وذبح وإبادة واستخدام الذكاء الاصطناعي والفسفوري وغير ذلك من الأمور. الشعب الفلسطيني يباد. ما يحدث الشعب الفلسطيني لم يحدث في الدنيا ولا في العالم ولا هولوكوست ولا غيره. والخطر الأكبر هو مرحلة ما بعد العدوان، اللي الأمريكان دلوقتي بيقول لك يعني احتمال توقف الحرب مع نهاية السنة دي، يعني لسه قدامنا شهر نتذبح فيه، لسه الذئاب المتعطشة للدماء لسه. لكل ذلك أقول نحن في أخطر مرحلة، أخطر مرحلة يواجهها العالم العربي، مش بس فلسطين ولا مصر، أخطر مرحلة. الاصطفاف الوطني، توظيف كل القوى الفاعلة لمواجهة هذه المؤامرة.
إسرائيل بتستغل الحملة الانتخابية الرئاسية المصرية عشان تنفذ مخططها، بتدفع بالناس دلوقتي إلى رفح على الحدود مع مصر. ماذا إذا حدث؟ سؤال مهم جدا وإجابته صعبة جدا، ولكن أرضنا خط أحمر، جيشنا لن يصمت. دخول إخواننا الفلسطينيين معناها تصفية القضية، معناها اللي في الضفة الغربية بكرة هيتهاجروا. إسرائيل لديها مخططها وهتنفذه كما تريد بدعم أمريكي، ولكن عليها أن تدرك أن مصر ليست هينة، وأن الجيش المصري ليس سهلا، وأن حدود مصر لا يمكن التفريط فيها، وأن سيناريو المرحلة القادمة نحن قادرون على مواجهته بكل قوة وبكل إيمان. إسرائيل تعصب باتفاقية السلام الموقعة مع مصر، وعليها أن تدرك خطورة ذلك. وبالتأكيد مصر لن تقف أبدا صامتة أمام الدفاع عن أمنها القومي. راجعوا تصريحات الرئيس، راجعوا تصريحات رئيس الوزراء، راجعوا تصريحات وزير الدفاع، وده وزير الدفاع اللي بيتكلم، مش وزير خارجية ولا أي مسؤول تاني، ده وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة. رسالة: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي مسألة أساسية. التطورات المقبلة صعبة وخطيرة، ولكن لن تتمكن إسرائيل ولا أمريكا ولا الغرب كله من تحقيق الخطة الاستراتيجية للسيطرة الآن على العالم العربي وتفكيكه تمهيدا لخطوات أخرى. بالتأكيد هذه الخطوات ستقود المنطقة إلى أن تصبح ساحة صراع خطيرة جدا ما بين قوى موجودة، سواء كان قوى دي على الطرف الآخر الإيرانيين، الروس، الصين، غيره، أو الغرب على السواء. على كل حال اليوم هيكون معانا حوار مهم جدا مع الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والمتخصصة بالشأن الإسرائيلي. بعد قليل معنا حوار دكتورة هبة جمال الدين. بعد طبعا الانتخابات الرئاسية أمر مهم، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل ما يمكن بالفعل أن يستعين به سواء الناخب أو سواء المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية، ودي زي ما بقول لكم رسالة للعالم بأسره. علينا أن ندرك أهمية هذه الرسالة. الشعب المصري يمكن في الثلاث أيام اللي هم بتوع تصويت اللي في الخارج إدى رسالة، رسالة الحشد، رسالة الإيمان، رسالة وعي الناس بخطورة المرحلة الحالية. احنا عندنا 4 مرشحين استضافتهم كل وسائل الإعلام، أدلوا ببرامجهم ورؤيتهم للفترة المقبلة، ولكل ذلك الحقيقة احنا متوقعين حشود أكبر بكثير مما يتوقعه البعض. طبعا الايام اللي فاتت كان في مؤتمرات كثيره ومتعدده، سواء لدعم المرشح فتاح سيسي او لدعم المرشحين الاخرين.
الحقيقة الحشد الجماهيري اللي احنا بنشوفه في هذه الأيام هو حشد كبير جدا، حتى في المؤتمرات. حقيقة أولا لغة الخطاب في كل المؤتمرات لغة تحترم المرشحين الآخرين، تحرص على أداب الحوار، تلتزم بالمدونة الأساسية للهيئة الوطنية للانتخابات. تعالوا نشوف تقرير عن مؤتمر عقد في مركز إسنا بجنوب الصعيد دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي. نعد احنا في يوم عيد، يوم تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الجموع الغفيرة التي توافدت من كل كفر وحدب لتؤيد وتبايع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل إسنا تتبايع وتقدر السيد عبد الفتاح السيسي. جئناكم اليوم للاستطاف والالتفات حول الزعيم الذي التفت حق الالتفات إلى صعيد مصر، فتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده الحمد لله عاملين مؤتمر حاشد كبير في مدينة إسنا وعلى مستوى محافظة الأقصر لرد الجميل للراجل اللي شال يعني بالبلدي كده نقول كفنه في 2014 لحمايه مخدرات الشعب المصري وحمايه مصر من اعدائها الخارجيه والداخليه. اقل حاجه نعملها رد الجميل الراجل ده، نطلع ان شاء الله يوم 10 و11 و12. أنا جاي النهارده في بلد العزة والكرامة، في بلد الحضارة والتاريخ، وسط هذه الرموز العظيمة والنساء التي حضرنا هذا المؤتمر، شيوخنا ورجالنا وآبائنا وسيداتنا. عشان أقول لكم كلمة واحدة بس، عبد الفتاح السيسي قائد وطن يستحق منا أن نقف إلى خلفه. كل واحد فيكم يوم الانتخاب 10 و11 و12 يطلع كل المناطق، كل العائلات، كل القبائل، المشايخ في المساجد، والآباء في الكنائس، والأساتذة في المدارس. لابد أن نحط الجميع على المشاركة، وأنا على ثقة كاملة إن الصعيد اللي الرئيس السيسي نفسه قال الصعيد دول ناس وسط وشجعان ويتميزوا بالنزاهة والانتماء وحب الوطن، الصعيد ده في الانتخابات الرئاسية الجديدة مش هقول يرد الجميل عبد الفتاح السيسي، هقول يكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. كمان في بحري في أجا في الدقهلية كان هناك تجمع شعبي كبير جدا من الجماهير العادية دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي. تقرير. سيادة الرئيس ما بيحاربش في جبهة واحدة، في جبهات كتير، جبهات داخلية وخارجية ووضع كتير، فإن هو يحافظ على البلد بالوضع ده ومع ذلك ماشية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية اللي موجودة من مشاريع ضخمة من بناء مدن واستصلاح طرق وزراعة واستصلاح أراضي، وكل ده بيعود علينا كلنا كمواطنين، وأهم نعمة كل ده الأمن والأمان. احنا بنقول للبشرية كلها، لجمهورية مصر العربية، ان في المرحله اللي احنا فيها ديت لازم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي
لان اللي حواليه يعني عندك ليبيا، عندك سوريا، عندك فلسطين، عندك اليمن، كل دي دول اتفككت والدول كلها مستنظره ان مصر تتفكك. الرساله ان احنا بنعرف الشعب المصري ان مثل عامل هنا ومركز اجا ان شاء الله على اخره ابيها هتقوم ان شاء الله، الانتخابات هتكون جيده ان شاء الله، وان احنا هنعرف العالم الخارجي ان احنا ورا الراجل بتاعنا. انجازات مش هنقدر نقول عليها لان هي قايله عن نفسها، الانجازات كتير جدا. اراده الشعب هي اللي اختارت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره رئاسيه جديده، وهو انسب واحد يقود الدوله في وقت شكل ده، وكلنا عارفين التحديات والصعوبات ومدى الضغوط الخارجيه والداخليه اللي بتقابل الدوله، ومحدش هيقدر يقود الدوله ولا يقود مسيره الدوله ويرفع بيها الا قائد زي في قوه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعتبر مؤتمر قمه سواء عربي او اقليمي او دولي. احنا بنحب الراجل ده، وانا بقولها مقوله معروفه على مستوى من يوم 2014 ان السيسي اعمل رجل وصل الى كرسي الرئاسه المصريه في عهدها من 70 سنه. احنا بنعبر عن السيد الرئيس السيسي، وهو اللي ينفع البلد في الايام دي وهينفع البلد في الايام اللي جايه، وراجل بيعمل انجازات كتير، وراجل ربنا يخليه لنا وربنا يخليه لمصر. الله بنحب الشيش وربنا يطول عمره وخليه لنا، واحنا مش هنسيبه، وقريتنا مثل عامل احسن قريه بنحبه. البلد كانت راحه يعني الله اعلم طريق بعيد خالص عن الديمقراطيه الحقيقيه والمحافظه والعروبه والاسلام، فالرئيس بذل جهد كبير خلال السنوات دي للتنميه ومصر 2030. اليوم ستكون معنا دكتورة هبة جمال الدين، الأستاذة بمعهد التخطيط والمتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. هتكلم معها على اللحظة الحينة. كل ده بعد الفاصل. جدا مسك ختام جهد وتعب وعمل شاق ليل نهار على مدار شهور. حزب مستقبل وطن لف المحافظات، طرق كل باب، دخل كل بيت مصري، جمع عشرات الالاف من المصريين في مؤتمرات جماهيرية حاشدة في كل مركز، في كل مدينة، في كل محافظة في مصر. الحقيقة هذا الشكر المستحق ليس لمجرد تنظيم هذا المؤتمر الختامي الحاشد والمشرف، إنما على جهود كبيرة جدا بذلت طوال الستين يوم اللي فاتوا، تميزت بالمودة والتنظيم والحب. فلقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن مني كرئيس للحملة وباسم كل شكر والتقدير. ثقة كبيرة جدا أتبادل ما من مرشحنا السيد عبد الفتاح السيسي بين جموعه، وهي ثقة موجودة بداية 2013 مرورا بجزائم كثيرة جدا على مدار 9 سنوات، وتنتظر هذه ثقة مستقبل يتعلق به أمال جموع الشعب المصري. كان لنا رؤية واحدة وهدف واحد، وهي دعم رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة، وان احنا نشرع قوانين تخدم في الاخر المواطن وللصالح العام. حزب مستقبل وطن بدأ فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية منذ 6 أشهر تقريبا. اعلننا قبل كده اللي احنا ابتدينا عملية الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على اطلاع رأي من القواعد والقيادات التنظيمية الموجودة حزب مستقبل وطن والمنتشرة بكافة قرى ومحافظات الجمهورية. وفي الحقيقة أن استطلاع الرأي ده شعبية جارفة، وعي غير عادي للشعب المصري بدور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حزب حماية الوطن احنا كنا من أول الأحزاب
الداعيه لفخامه الرئيس، واتخذنا القرار بدعه فخامه الرئيس ان نبدا ان هو يقوم عمليه الترشح. ومن ثم اول ما بدا ما يخص فخامه الرئيس ارشحه، قمنا عمليه استوفاء عمليه التسكيات من مجلس النواب بالاضافه الى التوكيلات. وبعد كده احنا دايما نكون مقتبس يعني من توجهات فخامه الرئيس، ويمكن اول حد يتقدم بالدعم لمصالح مؤسسة حياة كريمة حسب توجيهات فخامة الرئيس. واشتغلنا على مدار مؤتمراتنا على جميع المحافظات بالإضافة إلى جميع عملاتنا النوعية بنوع من أنواع زي ما نقول المؤتمرات اللي هي النخبوية اللي نقدر نوصل فيها الرسالة. الرئيس عمل تنمية طولية وعرضية، ملف الخارجي، العلاقات الخارجية، عودة مصر من إن هي مسحوبة عضويتها إن هي لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وفي نفس الوقت ان رجعت للمركز الاقليمي. الدبلوماسيه المصريه شايفينها في احداث غزه وفلسطين وغيره، ازاي بنعمل مصر كمان في الصناعه، عدد المصانع اللي اتبنى، التنميه والبنيه التحتيه، تمهيد الارض. احنا عدينا من الصعب والجاي هو الاحسن ان شاء الله، ودي مرحله جني الثمار. المساحات الشاسعه اللي كانت مهدوره ومتروكه على مدار السنوات الماضيه كانت يعني متاحة لقوى الظلام زي ما شبهها فخامة الرئيس ان هي تكون ملعب خصب للإرهاب، ولكن سيادة الرئيس وفخامة الرئيس اقتحم هذا الملعب بالتنمية، وبداية من المشروعات التنموية اللي بدأت بالأنفاق اللي ربطت مصر او سيناء بخمس أنفاق تقريبا. الوقت دلوقتي بالنسبة لأي زائر او اي حد هيزور سيناء تقلص لثلاث ساعات. برامج تنفيذية كبيرة زي برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، برنامج تأهيل للتنفيذيين، تحول ده العمل المؤسسي بعد كده زي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبنجد ان دلوقتي التمكين موجود في كل مكان في الدولة المصرية على المستوى التنفيذي، في الوزارات، في المحافظات، على المستوى السياسي، في المجالس النيابية. بنجد ده كمان مجتمعيا موجود على الأرض من خلال مؤسسات عمل مدني فاعلة. دي كلها شواهد، بعض الشواهد من شواهد كثيرة بتؤكد على اهتمام السيد المرشح بملف الشباب بشكل خاص. وإحنا بطبيعة الحال دولة أكتر من 60% من مكونها من الشباب، فطبيعي يكون اللي جاي كله للشباب. ثانية. آلاف الشهداء وعشرات الألوف من الجرحى والمصابين، الفلسطينيون بفعل الضربات المؤثرة والعدوان الجائر يزحفون باتجاه رفح على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية الفلسطينية، نصبوا الخيام وانتظروا المصير. ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام القليلة القادمة؟ ما هي السيناريوهات المطروحة؟ يشرفنا اليوم أن يكون معنا الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والمتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. دكتور أهلا وسهلا بك، أظنك تتابعي المشهد الآن، كيف ترين المشهد وقد كنت معنا منذ أيام قليلة تتابعين أيضا هذا الحدث؟ المشهد زي ما حضرتك قلت هو معقد جدا، هو تصعيد بيحاولوا فيه الإسرائيليين بدعم أمريكي إن هم ينهوا بقى حالة الحرب وفقا للوضع الجديد اللي هم بيرسموه. إزاي؟ عن طريق يعني إحنا بنتكلم على مليون لاجئ زي ما حضرتك قلت على الحدود. الأمريكان قالوا، وكان لسه وزير الدفاع الأمريكي من يومين
قال إن استمرار الحرب مع كل هذا الوضع المؤلم لأهلنا في فلسطين، مع كل هذا التدهور في حالة المدنيين، وخصوصا إن عندنا 1,000,000 لاجئ، ده ما كانش موجود وقت ما هم كانوا بيعملوا في عملياتهم في الشمال في الضربة الأولى، لكن دلوقتي 1,000,000 لاجئ ده غير المدنيين أصلا الموجودين في الجنوب. فبدأوا يتكلموا ان العيب الانساني قوي، وان اسرائيل بدأت تخسر دوليا في التعاطف الدولي. وشفنا حتى في اسبانيا رئيس وزراء اسبانيا انه بدأ ينتقد نتنياهو وانتقد اسرائيل. فكل ده بدأ يقولوا ان للأسف الشديد ان على اسرائيل سرعة تحقيق اهدافها بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تخسر أكثر، وخصوصا أن الانتخابات الأمريكية على البوابة، بوابة الوقت وأعتاب يعني عملية الانتخابات. فطبعا الرئيس الأمريكي بيخسر، وشفنا أنه بدأ يطلع بتصريحات كبيرة، بقت كاميلا نفسها هي اللي بتطلع مكانه، لأنه بدأ شعبيته تبقى أقل من النص. فهم في مرحلة صعبة جدا، وعشان كده برضو بدأوا يستخدموا تقنية الذكاء الاصطناعي، ودي زودت عمليات القتل والاستهداف، وبدأت تخلي كمان الأهداف أكثر تحديدا، مدى العملية العسكرية يبقى أكبر، عدد المصابين والجرحى والشهداء أكبر. وفي نفس الوقت هي مصلحة للناتو ولإسرائيل لتجربة هذه الأسلحة الجديدة. فأصبح أهلنا في غزة في عبارة عن حقل تجارب للأسف. الوضع طبعا إنساني شديد السوء، ما يتم الحديث عنه الآن، وأنا هقول لحضرتك دلوقتي معلومات مش يعني مش تحليل. أن ما يحدث الآن في شمال غزة، يعني هناك اتجاه إلى إقامة قاعدة عسكرية، قاعدة عسكرية من دول حلف شمال الأطلنطي في شمال غزة. نعم. وخصوصا ان احنا عارفين ان البوارج الموجوده الامريكيه والدعم الاوروبي والجنود وكل ده هيروح فين؟ هو لن يترك المنطقه، ولكن سيتم اقامه قاعده عسكريه في شمال غزه. القاعده العسكريه دي هيتم التذرع انها لحمايه فكره اقامه دوله فلسطينيه، ولكن هي وجودها لاكثر من سبب خطير لا يتعلق بفلسطين وحدها، ولكن يتعلق بالمنطقة ككل. أولا السيطرة على حقول الغاز موجودة في البحر المتوسط، شرق المتوسط طبعا. أيضا الحديث عن الممر الاقتصادي والمشروع الأمريكي، هو مشروع أمريكي بالأساس، واستكمال ذلك ودعم قناة البحرين وتوفير ليها إجراءات لوجستية كبيرة جدا، ودعم الملاحة الموجودة هناك، وتحويل إسرائيل إلى نقطة اقتصادية ومركز اقتصادي كبير في المنطقة، مع بداية استكمال مشروعات الربط الإقليمي اللي بتحصل دلوقتي بشكل اقتصادي، وده طبعا تطور في منتهى الخطورة، وده هيبتدي ينقل لنا الحالة اللي موجودة في المنطقة إلى شكل غريب، وخصوصا أن الروس لن يتركوا الأمر هكذا، لأن ده معناه أن هم أن حلف الشمال الأطلنطي بدأ ينقل الفكرة، بدل ما يعمل أن أوكرانيا هي اللي تبقى القاعدة، أو أن هم أوكرانيا تنضم إلى حلف الشمال الأطلنطي، لا ده بدأوا يتكلموا عن فلسطين، عن غزة. وإحنا عارفين أن الروس موجودين عندنا في المنطقة، موجودين في سوريا، موجودين في ليبيا، وفي أكتر من مكان عندهم مشروعات تعاون اقتصادي كبيرة. الصينيين نفس الكلام. فبدأ دلوقتي الحديث عن تسليح روسي لإيران. يعني لسه معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل عامل تقدير موقف مهم جدا، بيكلم إن إيران وروسيا بدأوا في عملية الحشد، لأنها سيتم الحديث الفترة القادمة عن حروب بالوكالة الروسية، ولكن عن طريق أذرع إيران في المنطقة. وإحنا عارفين إن كان بسبب الضغوط الاقتصادية والعقوبات اللي كانت عاملاها أمريكا، كان سلاح الجو الإيراني يعني عنده عشرات الطائرات. دلوقتي لا، بدأوا يتكلموا إن في صفقة كبيرة جدا روسية هيبقى فيها طائرات سوخوي 35 وغيرها، دي كلها يعني هتقوي سلاح الجو الإيراني. غير إن في عمليات حشد على الحدود في لبنان، وحزب الله على في حالة استنفار، لأن استمرار هذا الوضع المأساوي لأهلنا في غزة مع الحديث عن وجود قاعدة عسكرية، يعني احنا خلاص قاب قوسين أو أدنى يعني من الإعلان عنها بشكل كبير أو شكل علني أو رسمي. النقطة الثانية، طيب دلوقتي الأمريكان ومعهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل لسه كان عامل برودكاست مهم بيتكلم ايه هو بقى الوضع في الجنوب. الوضع في الجنوب اختلف عن الوضع في الشمال. عندهم اكتر من تحدي. اول تحدي 1,000,000 لاجئ، هيعملوا فيهم ايه؟
وخصوصا الامريكان بيقول لهم لابد من وجود ممر انساني، يعني بيشبهوا وضعهم مثلا في دخول امريكا للعراق كان في ممرات انسانيه بسبب مثلا يعني هم كانوا رايحين يستهدفوا كما يقول الامريكان داعش، ولكن المدنيين العزل ما لهمش ذنب، فبداوا يقولوا لازم في ممرات انسانيه. النقطة الثانية لابد من حماية المدنيين، وده أمر مش موجود من جانب الإسرائيلي. وخصوصا أن بدأ في انتقاد كبير لنتنياهو وقادة إسرائيل أن ما يتم إدارته أو يعني من يقوم بإدارة الوضع في غزة هي المؤسسة العسكرية وليس الدبلوماسية. لذلك هناك انتقاد كبير من الإدارة الأمريكية ومن الأوروبيين لما يحدث. وفي خلاف بالرغم أن هو خطة أمريكية، لكن في خلاف حول التكتيك على الأرض. وزير الدفاع الأمريكي بدأ يتكلم وبيقول فعلا أنا ما يحدث الآن هو خسارة إسرائيل لا تعلمها. إسرائيل صحيح بتحاول أنها تنجح تكتيكيا، ولكن بتخسر على المستوى الاستراتيجي بسبب الخسائر المستمرة في أهلنا في فلسطين من المدنيين العزل. حتى يعني الحديث حماس بتقول أن عدد الشهداء في حماس عدد قليل مقابل المدنيين العزل، ولكن إسرائيل بتقول أن احنا ما عندناش هذه الأدلة حتى الآن. النقطة الثانية الأهم برضو التحديات الجديدة الموجودة على اتجاه إسرائيل في جنوب غزة، الحديث عن الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، وخصوصا أن احنا شفنا أن إسرائيل امبارح بدأت تتكلم هنا عن يعني أن هم يغرقوا الأنفاق بمياه البحر. طب هل يعني مما يطرح عدد من علامات الاستفهام، هل هذا سيهدد حياة الأسرى الإسرائيليين؟ وإذا حدث ذلك ما هو وضع حكومة نتنياهو وفي ظل الضغط الشعبي والمجتمع الإسرائيلي اللي في حالة استنفار ضد نتنياهو بسبب الأسرى؟ النقطة الثانية أو النقطة الثالثة في هذا السياق أيضا الحديث عن ماذا بعد. ماذا بعد ده سؤال بدأ يطرح يعني وبدأوا يتكلموا ان ماذا بعد ده ما ينفعش نفكر فيه دلوقتي، ده احنا المفروض نفكر فيه امبارح. وبدأ هنا بقى الإسرائيليين والأمريكان يفكروا في أكتر من طريقة. أولا بدأوا يقولوا ان فكرة الأمريكان مع فكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة، ولكن الإسرائيليين يرفضون ذلك، وإن برضو في أصوات جوه السلطة ان هم يرفضوا ان هم يعودوا إلى غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية. فبدأوا يتكلموا الأمريكان مع يعني أتلانتيك كاونسل عامل تقدير موقف مهم بيتكلم إن ماذا بعد لابد من وجود إدارة مؤقتة دولية مؤقتة. الإدارة المؤقتة دي هتقوم بتنسيق أمني وإنفاذ القانون، وإن لازم يكون فيها إدارة فيها قوى عربية وقوى دولية وتبقى ممهدة لعودة السلطة. ولكن أنهي سلطة؟ الإسرائيليين طبعا رافضين عودة سلطة وبيكلموا أن السلطة الفلسطينية لن تصبح كما هي وأن لابد من تغيير السلطة الفلسطينية. طب هنغير السلطة الفلسطينية إزاي؟ عن طريق كيانات جديدة تنبع من قيادات موجودة في السلطة مع تغيير قيادات التاريخية والقيادات الموجودة دلوقتي، وإن إنها هتقوم بإيه؟ هل هتقوم بإقامة زي ما كلمنا قبل كده في الحلقات اللي قبل كده عن إقامة دولة فلسطينية؟ هو طبعا هيتم اعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وسيتم الحديث يعني في إطار احنا بنتكلم بقى عن ما بعد غزة. انتوا نجحتوا والدم الفلسطيني يعني قدر إن هو يغير العالم، ولكن يمكن يغير العالم العربي وليس العالم الغربي. لأن ما سيتم إعلان عنه ليست دولة، سيتم الإعلان عن دولة بشكل اسمها دولة لكن هي مش دولة، لا هي زي ما احنا بنتكلم كمصريين وكعرب حدود 67 والقدس الشرقية، لا ده احنا بنتكلم دلوقتي عن وضع في منتهى الخطورة، بنتكلم عن فسيفساء، بنتكلم هنا حتى في تقرير صادر من مركز Institute of Policy Strategy بيتكلم عن وجود ساحات، خلاص فلسطين هيبقى اسمها بدل المحافظات ساحات، ساحة غزة، ساحة القدس، ساحة الشمالية، يعني بيتكلموا عن ساحات وليست مدن، وإن من سيقوم بإدارتها مع بعض عناصر السلطة والعشائر الفلسطينية، يعني فكرة القضاء على أو نهاية وجود دولة فلسطينية ونهاية وجود محافظات وحكم إدارة. كما كان مقترحا قبل ذلك بكيانات ذاتية يمكن بالفعل أنه ينصب لها ناس من العشائر وناس من السلطة وتنزوي تحت دولة فيدرالية في إسرائيل. النقطة بقى المهمة جدا اللي لازم نبتدي نتكلم عليها، هو الوضع كده يعني
يعني هيستمر قد ايه فكره التصعيد. دلوقتي بيتكلموا ان الاسرائيليين شايفين ان هناك تصعيد، ان اسرائيل لا تحارب فقط حماس، ولكن هو انها تحارب حرب اقليميه، بالرغم ان فكره الجبهات المشتعله اقليميا لم يعني نلحظ فيها ضخم كبير، ولكن هناك عمليات وهناك معلومات ان فعلا في حاله من الغضب وفي حاله من يعني الحروب الوكاله بقى اللي اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الفتره القادمه متوقع بشكل كبير جدا ان العمليات العسكريه ضد القواعد الامريكيه في اكتر من دوله ستشتعل، ان اسرائيل والجبهه اللبنانيه ستشتعل، بالرغم ان اسرائيل شايفه ان حزب الله، ويمكن ده اللي هيبقى سيناريو ما بعد حرب مع حزب الله لا سمح الله او لا قدر الله، ان اسرائيل شايفه ان لابد من تفعيل قرار مجلس الامن 1701 اللي هو بيتكلم هنا عن نزع سلاح حزب الله وان يعود بادراجه الى ما قبل بحر الليطاني. وطبعا حزب الله يعني لا يرغب في السماح بعوده هذا الوضع. طيب او الحديث عن هذا القرار، ولكن فكرة تدعيم روسيا وإيران إلى أزرع إيران في المنطقة ده أمر وارد جدا، لأن الحديث عن قاعدة عسكرية في المنطقة سينقل المنطقة ككل إلى حالة يعني مزرية. أنا مش عايزة أقول أنها تبقى بدايات أو ساحة جديدة إلى يعني لتشكيل النظام العالمي الجديد، مش عايزة أقول حرب عالمية ثالثة، ولكن يعني ما يفعله الأمريكان في هذه المنطقة هو أمر يعني جنوني. وده بيرجعنا حتى للنظريات اللي بيتكلموا عليها المدرسة الواقعية اللي هو دلوقتي أمريكا بتتبناها، فكرة الدولة الثورية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يتم تصنيفها الآن كدولة ثورية، ثورية على النظام العالمي، ثورية على القوانين، ثورية على الوضع الإقليمي المستقر، ثورية على حقوق الإنسان، لأن هم برضو شايفين أن ما بعد غزة سيواجه أمريكا وسيواجه إسرائيل الحديث عن القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الكبيرة. طيب كيف سيتم يعني التعامل مع مليون لاجئ؟ ده تحدي كبير قوي. في بعض التقارير او يعني والاصوات التي تنادي ان مع التدافع ان احنا بنتكلم على مليون لاجئ هيدخلوا الحدود المصريه. وطبعا بالرغم ان اللي هيدخل فيه ويتم السماح به رسميا هو حاملي الجوازات المصريه. وده من حقهم كمصريين. ولكن هناك حاله من التدافع، الناس دي انا مش هقدر الومها في حاجه. الناس دي يقتلوا ويذبحوا ويحرقوا بطريقة غير إنسانية على الإطلاق. وبعدين اللي بقى بيحاربهم كمان الروبوتات مش بس البشر. فبدأنا نتكلم هنا إن هل ده يعني هيتم الحديث عنه إن هم يدخلوا مصر؟ ده يعني سيناريو يعني لا نرغب في رؤيته، ولكن الأمريكان شايفين إن ده هو السيناريو الأفضل، الإسرائيليين شايفين هو ده السيناريو رغم الأفضل. التصريحات اللي بيقولوها بين الحين والآخر من ان احنا ضد التهجير القسري باي حال من الاحوال. ما هو بيقولوا تهجير قسري، لكن هو بيقول لك ايه يعني اللي هيحصل ايه؟ ان هو حاله تدافع، احنا مالنا دول الفلسطينيين. لكن هم هنا يعني ما يفعلون هو الحديث هنا عن وضع الفلسطينيين. وبدا الامريكان يعني اتلانتيك كونسل كاتب تقدير موقف مهم جدا بيتكلم عن وضع اللجوء في الحاله الفلسطينيه. فبيقولوا ان وضع الفلسطينيين كلاجئين مختلف عن وضع الفلسطينيين او وضع اللاجئين في مختلف دول العالم، لان بعد يعني التقديرات العالميه كلها بتقول ان 30% من حالات اللجوء بترجع تاني لبلادها حين تستقر الاوضاع. ولكن ما يحدث من اسرائيل وتعنت اسرائيل ورفضتها عوده اللاجئين ده هيخلي ان اللاجئين الفلسطينيين تعلموا الدرس من اجدادهم قبل كده، ان هم فكره اللجوء قد لا تكون قائمه، فكره الاندماج في المجتمعات قد لا تكون قائمه، المجتمعات الجديده لو هم لا قدر الله تم يعني الزج بيهم، فكره ايضا الحديث عن ترك الارض هكذا لا، هم شايفين ان عقيده اللاجئ الفلسطيني بالرغم ان هو ممكن يكون حقق مكاسب كبيره في الدوله اللي هو راح فيها قديما، ولكن هو ما زال مرتبط بالقضيه الفلسطينيه، واحنا شايفين كل المظاهرات الموجوده في العالم ككل دي اللي بتحركها الجمعيات الفلسطينيه. يعني بيحركها القوى الفلسطينيه. فكل ده بداوا يتكلموا لا ان فكره اللجوء الفلسطيني لابد على اسرائيل ان تنتبه، وان زج بمليون لاجئ الى الحدود المصريه قد يعطل ويعرقل الحديث عن اتساع اتفاقات ابراهام مع دول عربيه واسلاميه كبيره. وخصوصا ده لا قدر الله لو حصل هينقلنا احنا في مصر الى وضع يعني غير محسوب، وضع شديد الخطوره، سواء الوضع الاقتصادي، سواء وضع فكره اندماج اهلنا في فلسطين مع المجتمع، لان هم ناس خارجين من حاله قاسيه جدا نفسيا وانسانيا، وحاله من المد
مش عايز اقول مد الثوري يعني، ولكن حاله يعني غير محسوبه. فهنا علامات استفهام كبيرة جدا على الوضع الداخلي. أيضا بدأوا كمان واشنطن انستيتيوت ومركز راند عاملين تقدير موقف يعني في نفس القضية، فكرة الإرهاب الجديد في العالم وإن ما يحدث الآن بسبب عدم الاستقرار وبسبب الدور الأمريكي والحديث عن إقامة قاعدة أمريكية أو إقامة أو تهجير قسري للاجئين، إن ده هيكون هو الشرارة اللي هتنقل عمليات إرهابية خارج الحدود العربية. وإن شافوا إن سواء حماس، لو ما كانش حماس ليها شبكات عابرة للحدود، ولكن إيران وروسيا وغيرها من القوى الداعمة ليها هذه الشبكات، وبدأوا يضربوا أمثلة مثلا بالدور الإيراني في التعاون مع بعض الشبكات من مجرمي المخدرات في المكسيك لاستهداف بعض الدبلوماسيين سواء بقى عرب أو إسرائيليين. فإن الحديث عن اشتعال بؤر إرهابية في العالم، إذا تم الحديث عن تصعيد الوضع أكثر من ذلك تجاه أهلنا في غزة، أمر وارد جدا، وده اللي قالوا عليه الأمريكان وحذروا بيه. الخطورة إن يعني من كل هذه الخطوات غير المحسوبة من الجانب الأمريكي، وأنا لا أعفي الجانب الأمريكي، لأن ما يحدث هو خطة أمريكية. ما يحدث هو الحديث عن، وده قلنا الحلقة اللي فاتت، الحديث عن نقل فكرة النموذج الأمريكي بفيدراليته ومؤسساته واتساع اتفاقات إبراهام، ليبقى عندنا دولة فيدرالية في المنطقة تضم كل دول المنطقة. يعني مركز راند كان مطلع تقرير بيتكلم عن فشل الدول القومية في منطقة الشرق الأوسط وإعلان موتها، والحديث عن إقامة اتحاد فيدرالي مع 2030، وإن الفشل ده سيتم إعلانه وموت الدول القومية لا قدر الله مع 2027. يعني إحنا بنتكلم هنا، وبدأوا يطرحوا من سيقود المنطقة في إسرائيل. إسرائيل وحاطين معاها شريك تركيا، بس بعد فترة لن تكون تركيا قائمة يعني بالفعل، لأن تركيا عندها مشاكلها ولن تترك تركيا هكذا. والمشروع الجديد ده هم رابطينه باتفاقات إبراهام، يعني مع الأسف الشديد. وإن ما زالت اتفاقات إبراهام، يعني آيلون ماسك وهو بيزور نتنياهو، نتنياهو اتكلم هنا عن هناك فرصة كبيرة للتوسع في اتفاقات إبراهام، الحرب لسه شغالة. ما في بعض التصريحات من جانب الإسلامي ومن جانب العربي أيضا إن لسه اتفاقات إبراهام مطروحة على الأجندة. طيب يعني إحنا بنتكلم في إيه؟ هل ما يحدث الآن هو تمهيد لهذه الاتفاقات؟ دي علامة استفهام أنا ما عنديش عليها أي إجابة. لكن في كل الأحوال وقف الفلسطينيون على الحدود المصرية، هل يمكن أن يتحرك الجيش المصري خارج الحدود من حقه مثلا دفاعا عن الأمن القومي المصري ويوقف هذا الزحف؟ هل مصر ستكون في هذا الوقت في موقف حرج؟ هل العالم إذا ما منعت مصر دخول الفلسطينيين سيلجأ إلى لغة جديدة في التعامل مع مصر؟ هو للأسف طبعا يعني كل السيناريوهات مطروحة، بس أنا لازم أقول لحضرتك نقطة مهمة، إن يعني في تصريح لوزير الدفاع، مش وزير الخارجية، وزير الدفاع المصري، بأن إن إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة يعني فاصلة، وإن هناك اتجاه إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بذلك. اللي قال كده مين؟ وزير الدفاع المصري وليس وزير الخارجية المصري. دي رسالة في حد ذاتها إلى الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي وأي قوة داعمة لهذا المخطط الخطير. طبعا إحنا قلبا وقالبا مع أهلنا في فلسطين، ومصر لم ولن تتخلى عن أهلنا في فلسطين. وإن الفلسطينيين نفسهم يرفضون ترك أرضهم، وهم يعني بيتدبحوا بقالهم 75 سنة ليه؟ لعدم الرغبة في ترك الأرض. ولكن ما يحدث الآن من الجانب الإسرائيلي يعني في منتهى الخطورة. طيب هل ما يعني ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ وإحنا بنتكلم هنا عن قاعدة أمريكية، وزي ما قلت لحضرتك دي معلومة مش تحليل. القاعدة الأمريكية، طب المنطقة اللي هياخدوها مكانهم دي هيودوا فيها الناس هتروح فين؟ هيتم فيه بقى تبادل أراضي مع السلطة الفلسطينية. ولكن أي أراضي؟ هل الأراضي اللي حوالين ديمونة التي لا تصلح إلى الحياة؟ أنا أعتقد أن الإسرائيليين هيستكملوا مخطط التهجير عن طريق إيه؟ عن طريق الضغط عليهم الاتجاه إلى أماكن بلا خدمات يصعب فيها الحياة، وإحنا عارفين أهلنا في غزة عايشين على البحر، ناس عايشة حياة زي أهلنا في اسكندرية كده، مدينة ساحلية. لما يروحوا في منطقة كفرة ما فيهاش مية، ما فيهاش سبل حياة، ما فيهاش خدمات، طب هيحصل إيه؟ أيضا يعني أنا أعتقد أن الفترة القادمة فكرة يعني، وده بدأ يحصل، أهلنا في فلسطين من يحمل باسبور غير فلسطيني
هو من سيتجه إلى يعني وجهته الجديد. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن اللجوء بالنسبة للفلسطينيين الذين ليس لهم باسبور آخر. ودي نقطة في منتهى الخطورة لابد من الانتباه ليها. لابد من الضغط على إسرائيل بأي طريقة مع الجانب على الجانب الأوروبي بأي طريقة. الأمريكان يعني لابد من يعني شن حملة دبلوماسية لإجبار يعني الحزب الديمقراطي على إنهاء الحرب على يعني الناس دي محقها تعيش بقى كفاية كده يعني. وأعتقد هي الوقت كويس بالنسبة لنا لأن في انتخابات. بس في نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نبقى عارفين ان ايضا الداخل الاسرائيلي مشتعل. الداخل الاسرائيلي عندهم اكتر من مشكلة. عندهم مثلا غير موضوع الاسرى كمان بدأنا نتكلم هنا عن وضع اقتصادي متدهور. فكرة نفاذ السلع والمنتجات. لان احنا شايفين ان هما منعوا دخول العمالة الفلسطينية. العمالة عندهم في عمالة اجنبية رجعت بلدها. في عندهم حتى العمالة الإسرائيلية نفسها ما بقتش آمنة من الخروج من بيتها. ففكرة نفاذ السلع والمنتجات وعدم التعويل على المزروعات الموجودة في الأراضي المحتلة. هم خايفين شديد الخوف من استهداف يعني المنافذ البحرية لإيلات وحيفة وأشدود. فهم كل الكلام ده بدأوا يتكلموا هنا إن إذا تم ضرب اي مرفق من هذه المرافق ان اسرائيل ستتحمل عبء اقتصادي كبير. ايضا احنا بنتكلم هنا عن يعني اكتر من غير 200 الف بتوع مستوطني غلاف غزه. بيتكلم عن عدد كبير من الاسرائيليين تركوا منازلهم واتجهوا الى الاوتيلات الفنادق. وغير ان كمان الجيش الاسرائيلي بدا يعمل حاله من التعبئه بقى هو بينافس المدنيين في الحصول على المنتجات من السوق الاسرائيلي. وده بدا يعمل عبء على وضع المنظومه الاقتصاديه في اسرائيل. طيب فهم عندهم مشاكل كتيره داخليه وان هم شايفين ان استمرار الوضع اكثر من ذلك سيمثل كارثه على الاقتصاد الاسرائيلي. وخصوصا ان احنا شايفين يعني جهود الحوثي في البحر الاحمر اللي هي بدات انها تستهدف سفن اسرائيليه وسفن امريكيه ومنها يعني يمكن بعد كده ستكون محمله كمان باي سلع غذائيه. وده يعني انا اسمن ذلك لان لابد ان تنتهي الحرب باي طريقه. نقطة مهمة تانية أيضا أن لازم نبقى شايفين أن فعلا أن الملاحة الإسرائيلية بدأت تغير المسار. بدأت تطور الرحلة لأن هما بدأوا شايفين عدم الاستقرار. استهداف القواعد الأمريكية واستهداف السفن والبوارج الأمريكية أصبح محل يعني أنا متوقع أن الأيام القادمة ستزيد في إطار حروب الوكالة. لن تترك روسيا الأمريكان وحلف شمال الأطلنطي بإقامة ناتو جديد قاعدة من الناتو في غزة. وده هم شايفين ان هو ده هو القائم. ولكن برضو لابد ان ننتبه هل روسيا ستتجه لذلك من اجل يعني حماية المنطقة العربية؟ لا طبعا. ده علشان في اي تفاوضات جديدة هي اوكرانيا على فكرة الموضوع خلص بانتصار روسي وليس يعني مثلا يعني مش منا من الامريكان على الروس. لا ده بانتصار روسي. وروسيا تكبدت برضو خسائر كبيرة في القتلى والجرحى واقتصاديا وعسكريا وحاجات كتير قوي. ولكن لا تترك روسيا الامريكان في تهديد مناطق نفوذها في الشرق الاوسط. وفي نفس الوقت هل لا قدر الله اذا تم حالة يعني تغيير شكل المنطقة وشكل الشرق الاوسط ما هو نصيب روسيا؟ هل ستكون منطقة أمريكية فقط نفوذ أمريكي فقط؟ دي علامات استفهام أمام أيضا يعني المنظومة الروسية صانع القرار الروسي. لذلك أنا أخشى أن تكون هذه المنطقة بعد الحديث عن هذه القاعدة أنها ساحة ساخنة لتصفية الصراعات بين القوى الجديدة في النظام العالمي الجديد. طيب في بقى نقاط مهمة جدا لازم نبقى شايفينها بالنسبة لو اتكلمنا عن الساحة الأمريكية. الساحة الأمريكية دلوقتي اللوبي الصهيوني هو طبعا داعم بشكل كبير جدا لإسرائيل كالعادة يعني والأمريكان. بس هو لوبي أمريكي، هو أمريكي أكتر منه إسرائيلي. فلابد أن تعلم إسرائيل أن استمرار يعني قصف المدنيين وأن استمرار آلة القتل يعني بهذه البشاعة
ده كمان هيخلي اللوبي الصهيوني قد يتراجع بشكل او اخر، لان احنا بنتكلم هنا ان هو امريكي بالاساس، وان ده احنا شفنا ان بدات لغه الحوار تتغير، وده كان لسه مع دراسات امن قومي في اسرائيل من يومين بيتكلم عن كده، ان بالرغم من الدعم غير المسبوق من الاداره الامريكيه ولكن لغه الحوار بدات تتغير بسبب استهداف المدنيين ورفض اسرائيل اقامه ممر امن، وان حتى ما يدخل من معبر رفح هم عارفين الامم المتحده اجزمت بذلك انه لن يكفي اي احتياجات انسانيه. وان لسه اليونيسف يعني اكد ان فلسطين هي اكثر مكان غير امن للاطفال والطفوله في العالم. ان كل يعني نص ساعه بيموت مش اقل من 100 طفل، ودي نسبه في منتهى الخطوره بشعه يعني، ويعني واستهداف الاطفال بيتم بطريقه غير انسانيه على الاطلاق. فبدانا نتكلم هنا عن وضع خطير. طبعا برضو يعني يمكن كنا لسه مثلا بنتكلم قبل الهواء فكره يعني الحديث عن تغيير في الكونغرس الامريكي ومنع اي انتقادات للحكومه الاسرائيليه باعتبار يعني القرار صدر بموافقه 311 ضد 14، بيقول انه اي انتقاد للصهيونيه يعني معاداه الساميه. هنا بقى انا لازم ارجع لحضرتك بنقطه مهمه قوي. قديما كانت معاداه الساميه هي معاداه اليهود، معاداه عرقيه، ولكن منذ سنة 2000 وإسرائيل تعمل جاهدة على تغيير فكرة معاداة السامية إلى معاداة السامية الجديدة. معاداة السامية الجديدة هي معاداة من ينتقد إسرائيل وتجريم من ينتقد إسرائيل، وده الأمريكان كانوا نجحوا فيه في قبل كده في استصداره، وبدأ دلوقتي كمان تفعيله بقوة بعد قرار الكونغرس علشان يعني ما يحدث من إسرائيل من آلة بطش. وإحنا شايفين ده ليه بقى؟ لأن إحنا بنتكلم هنا عن، وده يمكن قلناه برضو في الحلقة اللي فاتت، إن الـ FBI بدأت تحرك قضايا ضد بعض الناشطين اللي بدأوا على السوشيال ميديا ينتقدوا بل وداخل الكونغرس النائبة الفلسطينية الأصل. صحيح. لمنع أي أصوات ضد إسرائيل، يعني بالرغم من قلعة الديمقراطية كما يدعون وحقوق الإنسان كما يدعون ويزعمون، يعني تحجم الأصوات تجاه إسرائيل، يعني أنت من حقك تنتقد أي حد إلا إسرائيل، ده يعني خط أحمر. المشكلة إن الفترة القادمة هي فترة خطيرة يعني جدا، ولابد على يعني كل القادة العسكريين ورؤساء الدول والحكومات الانتباه والمخطط، لان احنا بنتكلم اللي هو يعني المؤكد هيجي هو اهلنا من حاملي الجنسيات، ولكن اللاجئين الاخرين قد يتدافع الامر الى هذا الوضع، لن يستطيع اي جيش عربي ضرب اللاجئين، لن نضرب في اهلنا. والصورة كيف ستكون؟ هل ستقام لهم دولة اذا لا قدر الله حدث ذلك؟ هل سيتم توزيعهم والجيش المصري حسم الامر؟ طبعا اذا خرجوا لن يعودوا. طبعا. وده احنا عارفين الخبرة الإسرائيلية في ذلك، وإن المنطقة غزة هي مستهدفة في الممر الاقتصادي والمشروع الأمريكي في المنطقة. والقاعدة الأمريكية ستحميها. إذا خرجوا لن يعود. ولكن هنا احنا بنتكلم هل ممكن بيتكلموا بقى عن ممرات آمنة يدخلوا بقى في أراضي تانية غير قابلة للحياة جنب ديمونة والنقب والحاجات دي؟ أمر آخر. ناخد فاصل ثم نعود لنكمل هذا الحوار الهام مع الدكتورة هبة جمال الدين بعد الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي والمتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. دكتورة، الحملات الإسرائيلية على مصر الآن وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحميله مسؤولية أنه هو الذي يدعم حماس وأنه هو الذي يعني يتجاوز في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة 79، كيف ترين هذا السيناريو وهذا التدخل السافر حقيقة؟ هو ضغط على القيادة المصرية طبعا. احنا عارفين دايما الموقف المصري ده موقف مساند لأهلنا في فلسطين، ولكن الموقف المصري لا يدعم أي قوة عسكرية على الإطلاق. لكن احنا مع حق أهلنا، وإحنا ندخل في حروب دبلوماسية، ولكن لا ندخل في حروب عسكرية. وهما بيضغطوا على كده وبيتهموا سيادة الرئيس في هذا التوقيت عشان الانتخابات. يعني محاولة إلى تشويه الصورة والضغط عليه علشان الانتخابات الرئاسية طبعا. احنا خلاص على شفا الانتخابات، فكل ده دي ضغوط على سيادة هناك الرئيس. توقع بأن الدفع يمكن أن يحدث في هذه الأيام. ده هم بيتكلم يمكن النهاردة يمكن بكرة يمكن بعده، احنا بنتكلم يعني ده نو تايم يعني. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في توجه امريكي اسرائيلي
للضغط على القيادة المصرية. تصريحات بايدن ورغم تصريحات بلينكين وكل هؤلاء والسفير الإسرائيلي في القاهرة وقالت احنا مش مع الهجرة القسرية واحنا مع يعني بيننا وبين مصر اتفاقية وان المصريين ورئيس عبد الفتاح السيسي دفعوا كتير في سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب. طيب يعني انتوا بتتكلموا وبتناخدوا بس دي عادة الإسرائيليين ودي عادة الأمريكان المراوغة في الحديث ولكن ما يحدث هو دايما بيدعموا فكرة سياسة الأمر الواقع. فيعني أنا يعني هو دلوقتي بيستهدفوا ده الخيام، الناس اللي عايشة في خيام بيستهدفوها بيضربوها، يعني ده اللي عنده بقى نفق ولا عنده دبابة جوه ولا عنده سلاح، ده خارج مع أولاده في خيمة وفيها مطر أو مية، يعني انتوا بتتكلموا في إيه؟ ما هو الوضع الخطير ده هو ما يحدث الآن للضغط على القيادة وده طبعا أمر في منتهى الخطورة. طيب وما فيش يعني ما فيش حد في الدنيا هيقدر يستخدم زي ما قلت من شوية رصاصة واحدة ضد أهلنا في فلسطين إذا قاموا بالتدافع، ولكن يعني ماذا سيحدث؟ دي أمور شديدة الخطورة إحنا على يعني، وخصوصا إن هو زي ما قلت لحضرتك هو محك ليه؟ لان خلاص امريكا اخذت القرار اقامه القاعده ولابد من يعني التخلص من المدنيين ولابد من خلاص بقى تصفيه الوضع والحديث بقى بعد كده عن مفاوضات. والمفاوضات هنا بدانا نتكلم عن ايه؟ في بقى اختلاف داخل القيادات في حماس. هنيه شايف ان لابد من لا هناك لا مجال للحديث عن المفاوضات والحرب قائمه ولا مجال هناك للحديث عن تبادل في الاسرى طالما انتوا رجعتوا تاني تضربوا بكل هذه البشاعه. السنوار شايف لا احنا ممكن نقوم بالتفاوض حول الاسر، ولكن السنوار بيحاول ان هو يوصل لهدنه دائمه عن طريق ايه؟ فكره سياسه يعني البطء في التفاوض و يعني تقسيم او عمل تصنيف للرهائن بحيث ان هو يطول اكبر فتره ممكنه حتى يكسب بعد ذلك بالرهائن في المفاوضات. ولكن في المفاوضات لازم برضو أقول لحضرتك بعض التقديرات وبعض التحليلات. هنرجع إلى ما قبل أوسلو، ما قبل أوسلو لم تكن كل القيادات التاريخية مع أوسلو، فتم تصفية عدد من هذه القيادات قبل التوجه إلى أوسلو من قبل الإسرائيليين، وهذا نتوقع ذلك لا سمح الله ولا قدر الله تجاه بعض القيادات الفلسطينية سواء فتح سواء حماس. ليه؟ لأن الوضع الجديد لابد من تغيير هذه القيادات وعايزين صوت جديد خالص. وده اللي قاله نتنياهو، هدد قال ان قيادات حماس خارج غزة سيتم استهدافها حتى لو هي في دول عربية ومحصنة، ورد عليه حتى هنايا ويعني تعجب ورفض هذا الحديث. هنا مهم جدا ابقى عارفه ان الفتره القادمه فتره في منتهى الحساسيه سواء القضيه الفلسطينيه والمنطقه العربيه. المنطقه العربيه انا لا افهم لماذا لا يتم اتخاذ قرارات قوية أكثر قوة، يعني تفعيل يعني نتائج قمة الرياض، بس احنا محتاجين أقوى من كده بقى شوية على الأقل، حتى ضغوط اقتصادية. يعني القادم ليس في صالح العرب ولا المسلمين، القادم احنا بنتكلم هنا عن حرب جديدة ستنتقل إلى المنطقة، هنتكلم عن استخدام آليات جديدة لتفتيت الدول العربية والإسلامية، هنتكلم عن مشروع امريكي وده قلناه في الحلقه الاخيره. مشروع امريكي ليه؟ يعني ضم كل الدول العربيه الاول تفتتها ثم ضمها. طيب يعني لن يبقى احد على كرسيه، من اعتقد انه سيبقى لن يبقى. فاعتقد لو ما استخدمناش حتى الادوات الاقتصاديه في الضغط على يعني اسرائيل والامريكان، وهذا طاقتنا يعني عندنا انتخابات. اسرائيل بدا حتى في الغرب بدات بعض رؤساء الوزراء الاوروبيين ينتقدوا اسرائيل بسبب استهداف المدنيين، دي فرصتنا. لن نجد فرصه افضل من ذلك للضغط، يعني في مصالح مشتركه. يعني المدرسه الواقعيه في العلوم السياسيه شايفه ان التعاون الدولي هو اليه من ادوات الضغط للطرفين، وخصوصا انت عندك مشروعات مع الامريكان وفي دول عندها مشروعات مع اسرائيل. اقول لحضرتك مثلا الجزائر ايطاليا استبدلت روسيا بالجزائر في تصدير الغاز. يعني كلنا عندنا كروت ضغط على دول العالم الغربي. طب تعال نشوف تقرير عن الاوضاع في فلسطين ثم نعود اليك مره اخرى بعد التقرير. توتر في الجنوب اللبناني مع حدود الاراضي المحتله، قصف متبادل بين رجال حزب الله وجنود الاحتلال هي الأعنف حتى الآن بعد حرب 2006 وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة الصراع.
الحرب الكلامية بين الطرفين على أشدها، لكن إسرائيل حتى الآن لا ترغب في نشوب حرب حقيقية في الشمال مع حدود لبنان، ولكن مكتفية بالمناوشات وحرب التهديدات. لكن الإجرام لا يخلو من نفوس المحتلين، وقاموا لأول مرة منذ طوفان الأقصى بأول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية بداية الأسبوع الجاري، وقبيل خطاب للسيد حسن نصر الله في يوم الشهيد، ليزيد عدد الضحايا في الجانب اللبناني إلى 90 شخصا، منهم أكثر من 70 من عناصر حزب الله، بينما قتل ما يزيد عن 10 أشخاص من الجانب الإسرائيلي. هذا ما دفع حزب الله إلى إعلان أن هناك ارتقاء في نوع السلاح وحجم الاستهدافات وعددها، كما عادت من جديد قوات الفجر الذراع العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان والمختفية منذ تحرير جنوب لبنان في عام 2000، لتكتب سطرا من سطور المقاومة والمرشحة لأن تكون فتيل الحرب بين لبنان وإسرائيل. أما حكومة الاحتلال فقد أعلنت جاهزيتها لدخول حرب في لبنان إذا ما استفزتها أعمال حزب الله، مؤكدين أن مصير بيروت سيكون نفس مصير غزة. ولكن هل تستمر الحرب الكلامية المتصاعدة أم سيفتح الكيان المحتل حربا جديدة في الشمال قد يغير نتائج الحرب الدائرة؟ هاني نحاس، حقائق وأسرار. دكتورة، قوة جديدة تنشأ على الساحة اللبنانية وأيضا تستخدم القتال كوسيلة ضد المحتل، توسع الحرب بهذا الشكل، هو ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، فكرة الحشد. يعني زور قوة الفجر قبل كده، يعني مرة تانية بعد حرب لبنان 2006، وأعتقد أن فيها عناصر كمان غير لبنانية. بدأنا نسمع دلوقتي من الأنباء اللبنانية أن في استشهاد لبعض المقاومين السوريين، وهناك أنا واثقة جنسيات أخرى داعمة. طيب ده معناه أن احنا بنتكلم عن حالة مشتعلة، حال نوع من الحشد والتعبئة في تنتظر إلى مجرد إطلاق الزناد. ده معناه أن ساحة الحرب في شمال الأراضي المحتلة قد اشتعل، وده معناه أن الوضع، يعني احنا بنتكلم هنا عن سنوات من الحرب، لانها يعني غزه اللي هي يعني ما فيهاش تسليح بدائي بقالهم فيها مكملين داخلين على 3 شهور. طيب ما بال حضرتك بحزب الله ومعاه الجيش اللبناني، واحنا شفنا ان بعد حرب 2006 اسرائيل خدت هزيمه كبيره جدا بالرغم من المأساة اللي كانت عند اهلنا في لبنان، ولكن حزب الله مسلح بشكل قوي وتدعمه الجبهة السورية والجبهة العراقية والحوثي وإيران، لأن كل دي هي يعني حلف واحد يعني ومعسكر واحد، وإن وراهم كمان روسيا في إطار يعني حروب الوكالة، لأن احنا دلوقتي احنا شايفين اللي بيعملوه الأمريكان، هم يعني بيلعبوا بالنار، هم بيتاجروا بالنار، يعني بيشعلوا المنطقة، يعني إقامة قاعدة للناتو. يعني هم حضرتك لو تتذكر من فترة كانوا بيكلموا عن ناتو عربي، كل الدول العربية رفضت في قمة جد، ولكن دلوقتي بدأوا يقولوا طب مش عايزين ناتو عربي، أنا هنجيب الناتو نفسه ويعملوا قاعدة في غزة. طب ده معناه إيه؟ ده معناه أنت بتشعل عند المنطقة تبقى ساحة للحروب الوكالة، وساحة للإرهاب الداخلي، وساحة بعد كده الإيه؟ يعني فهو حاول أنه هو يمتص التنين الصيني عن طريق اللقاء بين رئيس شي جين بينج والرئيس الأمريكي، ولكن أيضا الصين لا تدار بها بمثل هذه الطريقة. الصينيين عندهم مليارات الدولارات وعندهم تحالف مع الروس والإيرانيين قوي جدا، ولن يغامروا بشيء. يعني فهنا مهم جدا أبقى شايفة أن المنطقة على شفا حرب، وحرب يعني ضروس لسنوات. لذلك انا يعني من برنامج حضرتك انا بناشد القاده العرب استخدموا الاسلحه الضغط الاقتصادي، انا ما قلتش اعملوا حمايه لانفسكم وحمايه لدولكم طبعا وحمايه المنطقه. كفايه رقة الدماء لن تقف عند اهلنا في فلسطين، واذا لا سمح الله دخلوا الحدود هنا ولا هنا لن يقف ذلك، لن بالعكس ده ستتمدد القضيه، ستتمدد التفكيك، ستشتعل الساحات. هناك من يرى ان الفتره المقبله سيتم تجاهل القضية الفلسطينية كمان، ونصبح الحديث عن القضية العربية، عن التهجير، عن المؤامرات التي ستحاك ضد دول الخليج، ضد سوريا، ضد غيره. صحيح، هم درسوا مجتمعاتنا كويس قوي، ودرسوا في دول خليجية الجيش اللي فيها مجنس، يعني مين هيدافع عن مين؟ في دول خليجية عدد سكان الأصليين اللي هم الشعب الأصلي قليل، مين برضو هيدافع عن مين؟ وأغلبهم عندهم يعني ثروات بره. طب يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ هم عارفين كويس قوي ايه اللي هيحصل.
الحديث هنا عن يعني لسه برضو مع دراسات الامن القومي في اسرائيل اكد ان عودة المستوطنين اللي كانوا في غلاف غزة او في الشمال لن يتم قبل سنوات. قالوا اقل حاجة سنة، فلن يتم قبل سنوات. والاقتصاد الاسرائيلي انا قلت لحضرتك من شوية ان يعني سلاسل الامداد والمخزون الاحتياطي في الاغذية بدا ينفد. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا دول الخليج، والموازنه العامه تتعرض لمخاطر شديده. أي الدول اللي هي عملت ايه؟ عملت اتفاقات ابراهام وعملوا عندها المستوطنات. يعني احنا بنتكلم هنا عن تغيير بجد. طيب ما هو المخطط اللي كانت بتقول عليه جامعه فلوريدا اللي اسمه الولايات المتحده الابراهيميه كانوا بيتكلموا هنا عن ان اليهود هم اللي هيتحكموا في الموارد وفي هيديروا الدول العربيه. عشان كده لما بنتكلم عن نقل المكون البشري اليهودي خارج اسرائيل ووضعه في المنطقه العربيه، وخصوصا في دول من اتفاقات ابراهام جنستهم. طب يعني مين هيدير ايه؟ احنا هنا بنتكلم في امور في منتهى الخطوره. مع ان هم عارفين طبيعه مجتمعات خليجيه هشه. هم عارفين ده كويس قوي وجربوا قبل كده، وعارفين ان يعني احنا الجيش المصري جيش مصري، ولكن هناك مواقف في الخليج تعلن انها ضد مثلا ضد، لكن ما انا ما قلتش ان هم مع، انا بقول ان فوات الاوان. اذا لم تستخدم ما تمتلكه من ادوات ضغط الان لا تلوم الا نفسك. لان المخطط مخطط امريكي. وعلى فكره مش يعني برضو في نقطه مهمه قوي، مش معنى كده انا بقول ان امريكا مخططها هيتنفذ، لا، اذا وجدت الممانعه الامريكان من زمان، يعني برنارد لويس ما هو مطلع لنا تفتيت المنطقه من 83 و12 كامل ولا همهم. بس ما قدرش يعملوا فيه غير انقسام جنوب السودان وطيب وانفصالها، ولما حاولوا كده مع العراق كردستان ما عرفوش. اخوان العراقيين وقفوا، يعني في ممانعه بس اذا تم استخدام سياسات الممانعه. لكن البطء في استخدام سياسات الممانعه والضغوط الاقتصاديه يعني لا تلوم الا نفسك. لان الفتره القادمه خلاص هي فلسطين هيحملوا فيهم ايه اكتر من كده؟ هو اباده. هيهجروا شويه ويضحكوا وبتاع ونضحك على بعض ونقول ان هي بقت دوله وهي مش دوله وبقت كانتونات واتحاد فيدرالي غير مرسم الحدود ويتوسع. المشكله وبعدين لن تجد في هذه الدول مقاوم فلسطيني مره اخرى، الشعب الفلسطيني ده محتاج كتالوج. لكن الشعوب الثانيه لا، مختلفه. وهم عارفين كده كويس. والاسرائيليين نفسهم كتبوا في ارتس ان هم يعني بيتعجبوا على مدى قوه ومقاومه وصلابه وعقيده المقاومه الفلسطيني اللي هي مش موجوده عند ناس كتير. فلا تلوم الى نفسك. المخططات يعني سايكس بيكو الجديد بتتكلم عليه المراكز الامريكيه من سنوات. وطرحين خرائط لتفتيت كل دوله عربيه منها اتفاقات دول اتفاقات خطوط الدم اللي اتنشرت سنه 2006 رالف بيتر بالظبط. بس دلوقتي بقى بداوا يتكلموا عليه في 2021 ولغايه 2023 لسه الخرائط بتترسم كمان. وحتى دول اتفاقات ابراهام ليها خرائط تقسيم. وبدات كمان نظريات، في نظريات طالعه جديده اسمها نظريات التخوم ونظريات كمان العقرب اللي هي حدود امريكا لا ترتبط بالنظام الاقليمي او بالاقليم بالمعنى الجغرافي، ولكن قد تتعدى الحدود والقارات. وبدات بعض دول اتفاقات ابراهام تقول دي ان 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 هنا السياده الامريكيه هتكون عليها في اطار نظريات العقرب. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انتوا حتى وجودكم غير قائم، غير مطروح. الممر الاقتصادي دي مشروعات ربط في النظام الفيدرالي الجديد، انت هتبقى ايه ماسك ايه؟ هتبقى كده هيبقى وضعك زي السلطه تمسك مجرد تنسيق امني وجمع قمامه والكلام ده، ولا هتبقى رئيس دوله؟ دي كلها قرارات في ايديكم. انا لا املك الاجابه عليها لانها هي قرارات ليها علاقه بسياده الدول العربيه والاسلاميه. طب دكتوره، مخطط اغتيال رموز حماس واللي اعلن عنه وانه لن يستثني احد لا في قطر ولا تركيا ولا خارج الحدود، هل يمكن أن يطبق هذا الأمر أيضا على السلطة الفلسطينية ورموزها الحالية أبو مازن مثلا؟ هل يمكن أن يلقى مصير عرفات بمؤامرة إسرائيلية؟ أنا أعتقد أن هم شايفين، وده اللي قالوا الأمريكان، أن استمرار كل الضغط ده على السلطة بيكون لصالح حماس، وأن هم بيضعفوا السلطة وأن ده مش لصالح إسرائيل. فأنا لا أعتقد أن يعني رموز أو قيادات رئيس محمود عباس أبو مازن يعني مش بمصلحة إسرائيلين ده يحصل دلوقتي.
ولكن يعني أعتقد الرموز الأخرى التي قد تمنع أو قد ترفض الوضع الجديد والتسوية الأمريكية الجديدة. وأبو مازن رفض هذا الوضع طبعا، بس هو الرئيس أبو مازن سيظل رمز دلوقتي، فتصفيته مش لصالح، لا سمح الله، مش صالح الإسرائيليين. ولكن قد يتم الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، وخصوصا اللي هي فيها القيادات التي سترفض ذلك. فده وارد، ولكن وطبعا بالنسبه لحماس ده وارد، وخصوصا القيادات بره يعني، فده وارد جدا. وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتك في اختلاف بين القيادات الموجوده في قطر وتركيا وبين القيادات اللي بتحارب في غزه. فلا سمح الله ده وارد، وده حصل وعملوا الاسرائيليين قبل كده قبل اسلو. فده وارد جدا. لكن يعني خلينا نبص بشكل مهم جدا ايه الخيارات المتاحه دلوقتي. دي نقطه مهمه لازم يعني القياده الفلسطينيه تنتبه الى ذلك. ما هي الخيارات؟ ما هي السيناريوهات التي يمكن فرضها على المفاوض الامريكي؟ دي نقاط شديده الاهميه. يعني اعتقد يعني برضو خطوه ان رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه انه زار السلطه الفلسطينيه وبدا يتكلم عن وجود تحقيقات، اعتقد دي خطوه جيده جدا. اتمنى كذلك ان يتم رفع قضايا ضد، احنا قلنا الاسرائيليين 80 جنسيه والفلسطينيين فيهم جنسيات برضو. يعني اقول لحضرتك مثلا دكتور احمد وايحمان مغربي، هو رفع قضيه ضد احد القاده الاسرائيليين وقت هبه القدس لانه مغربي، وكان في واحده مغربيه باطفالها في فلسطين في غزه استشهدت. فرفع قضية ان واحد مغربي موت واحدة مغربية. اتمنى ان ذلك كمان يحدث في كل المحاكم الاوروبية. وحتى لو والقادة الاسرائيليين ما في منهم عرب كمان. يعني في معاهم زي الباسبور اللي معاه باسبور مغربي. فاعتقد ان ده مهم جدا ان احنا نتكلم عن تحريك هذه القضايا. إطالة أمد الحرب مش لصالح إسرائيل، علشان كده استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، استخدام القوة الباطشة علشان يحاولوا يقللوا فترة الحرب جوه غزة، علشان يبتدي بقى الحديث عن يلا بقى نقعد نتفاوض. والسنوار هو مع فكرة زي ما قلنا من شوية إطالة مدى الحرب، أو إطالة مدى فكرة استخدام التباطؤ في الحديث عن الأسرة، علشان غير تبييض السجون وكده، علشان نتكلم عن وضع جديد لحماس تبقى موجودة فيه ما بعد حرب غزة. وهنا أنا هقول نقطة ملاحظة قوي مهمة، إن الصوت الإسرائيلي والمطالب الإسرائيلية تجاه حماس اختلفت. الأول كانوا بيتكلموا قضاء عن حماس، دلوقتي لا، بدأوا يتكلموا تفكيك القدرات العسكرية لحماس. وحضرتك تقدر تلاحظ ده في تصريحات حتى أري أدرعي بيتكلم عن تفكيك القدرات العسكرية. طب ما أنتوا كنتوا بتقولوا إن أنتوا داخلين تموتوا حماس وتقضوا عن حماس، دلوقتي ما قدرتوش ليه؟ لأن حماس مطروحة في المفاوضات الجديدة ما بعد غزة. هل يمكن أن نقبل بذلك؟ يعني نتنياهو حدد ثلاث أهداف، حدد القضاء على حماس، حدد إفراج عن الرهائن، حدد تجريد غزة من أن تكون مصدرا للتهديد. ده بداية الحرب. لكن دلوقتي الحديث عن تفكيك القدرات العسكرية، حماس لن يتم القضاء عليها سياسيا. لا، ستكون أحد القوى السياسية المطروحة. ومطروح اسماء كمان، بعض القيادات اللي هيتم يعني ادماجها، يعني جريده ستوكهولم، وده قلنا الحلقه اللي فاتت، قالت اسماء مجموعه من القيادات سواء حتى في فتح او حماس موجودين، وان هيقوم حتى وطرحوا اسم محمد دحلان في التنسيق الامني معاهم. يعني احنا بنتكلم هنا انها ستكون موجوده في المعادله الجديده. يعني وده اللي احنا لاحظناه حتى مع دراسات الامن القومي في اسرائيل، قال ان هناك تغيير في لغه الخطاب. وكان عامل تقرير مهم جدا عن فشل جهاز الاستخبارات الاسرائيلي. وان يعني هما بيكلموا ان اسرائيل يعني الاراضي الفلسطينيه هي اقصى يعني زخم في الدور والضغط الاستخباراتي في العالم. يعني منطقة محدودة، النشاط الاستخباراتي قوي جدا، وبالرغم من ذلك هناك فشل استخباراتي كبير جدا، أقله أبسطه إن لغاية دلوقتي الرهائن مش عارفين أماكنها فين. فبدأوا يتكلموا هنا إن إسرائيل خسرت في الحرب. بالرغم كل عدد القتلى، ما زالت حماس تحقق مكاسب. صحيح إن المكاسب حماس مش عاملة ردع لآلة القتل، مش عاملة، لأن احنا بنتكلم عن دول عظمى، لو كانت إسرائيل لوحدها كان زمان الدنيا اختلفت. دول عظمى بتقدم كل الدعم، ولكن يعني لكن حماس غيرت تكتيك الحرب بعد الهدنة، وبدأت تستهدف وتشتغل ب يعني قذائف جديدة، وبدأت فكرة كمان العمليات الخداع، وشفنا تفخيخ بعض الأنفاق واستهداف بعض نقاط التمركز الإسرائيلي. يعني احنا بدأنا نشوف فعلا قدرات متطورة جدا لحماس بعد الحرب. فأنا تقديري أن حماس ستظل، ولكن ستظل بصيغة جديدة.
طيب الأمريكان كانوا قد أو الخارجية الأمريكية تحدثت منذ ثلاثة أو أربعة أيام عن أنه ليس لديها ما يفيد بتعمد الآلة العسكرية الإسرائيلية بضرب المدنيين واغتيال الصحفيين. طبعا ده كالعادة الأمريكان والإسرائيليين يتلاعبوا بتصريحات. أقول لحضرتك ما هو أكثر فكاهة، يعني بدأوا كمان يكلموا أن لا توجد دولة تحارب وتحمي المدنيين. أيوة. كإسرائيل بالضبط. يعني أنا مش فاهمة مستنيين تعملوا إيه أكتر من كده. ده الأطفال بقوا محروقين، يعني خلاص بقوا جسمهم نشف من الحرق بقى رماد. بتتكلم في إيه أكتر بشاعة من كده؟ طبعا ولو حضرتك شوف بقى مراكز الفكر الإسرائيلية ما شاء الله، يعني بدأ شغالة في التباهي بأن هما بيحترموا قانون الدولي الإنساني. من أي منطلق؟ دايما التلاعب في الرواية، يعني هما يعني أحسن الناس السردية التاريخية والسردية والرواية الصهيونية، يعني أحسن من يقوم بهذا التلاعب وتزييف الحقائق. ولكن القانون الدولي دي قواعد قانونية. ما حدث من أهل اتجاه أهلنا في غزة ده يعني مش محتاج حد يخفيه، ده أمر كل عالم، يعني حتى من لم يكن داعم للقضية الفلسطينية أصبح داعم على الأقل إنسانية. فما يحدث أمر يعني خلاص هتكلموا في إيه؟ واللي بيقولوه الأمريكان دلوقتي علشان خاطر الدعم لبايدن الغير محدود، وهو على الانتخابات يعني خسر، بيخسر. هنتكلم عن أقل من 50% وهو دخل على الانتخابات. عشان كده قالوا له بطل تتكلم، خليه كمالة تتكلم، خليه قادة الجيش وزير الدفاع ورئيس الأركان هو اللي يتكلموا، لكن انت بطل تتكلم وتعمل تصريحات، لأنه بيخسر، خسر شعبية كبيرة جدا. ودعمه الصهيوني الغير متناهي، هو قال أنا صهيوني، يعني راجل ما خبهاش. ده بدأ فعلا يخسره، يعني لأن هما بيكلموا الأمريكان حتى قواعد الانتخابية بتاعته، القواعد الانتخابية بتاعته بدأت تخسر. يعني مثلا ميتشيغان فيها أغلبية من مسلمين، دول خلاص مش معاه. العرب اللي كانوا بيدعموا الحزب الديمقراطي، والناس بقى الشباب الصغير الداعم لحقوق الإنسان والديمقراطية، شايفين فين الديمقراطية وحقوق الإنسان من كل آلة القتل وسفك الدماء. وبدأوا حتى جوه الكونجرس بينادوا، انتوا دلوقتي منين لا تدعموا أوكرانيا بمثل هذا الدعم بتدعموه لإسرائيل؟ وبالرغم ان اوكرانيا ما انتوا كان كل الدعم الغربي والامريكي كان، وشايفين ان في حاله من عدم الاتساق. فكل ده طبعا خلى شعبيه بايدن في الحضيض. مع الضغط ان احنا شايفين ان التكلفه العاليه اقتصاديا على عبء دافع ضرائب الامريكان عاليه جدا. يعني كل يوم الحرب شغاله في اسرائيل المواطن الامريكي بيدفع مليار دولار. طيب انت بتتكلم في ايه وانت عندك مشاكل اقتصاديه اساسا؟ يعني امريكا هي الدوله الاولى في العالم اللي عندها مديونيه. فانت بتتكلم في اعباء اقتصاديه يعني لا حمل لك عليها وانت داخل على انتخابات جديده. نعم. تعال نشوف تقرير عن الاوضاع في فلسطين ايضا ثم نعود مره اخرى. أكثر من 60 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تم استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال أو استشهدوا جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلتهم. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وصف في تقريره الأخير استهداف الصحفيين في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل لأنه أكبر مقتلة للصحفيين في التاريخ الحديث، مع سبق إصرار وترصد من طرف جيش الاحتلال. وذكر المرصد أن 60 صحفيا استشهدوا حتى 19 من نوفمبر الحالي، فضلا عن إصابة العشرات، ما يمثل أكبر حصيلة دامية للضحايا من الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات الحديثة. ووفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، سجل 18 من نوفمبر وحده استشهاد 5 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، وقبلهم وثقت الكاميرات استهداف حاملها بشكل مباشر في غزة وفي جنوب لبنان، كما شيع صحفيين زملائهم بسترات المهنة الزرقاء التي لم تمنع صواريخ وقذائف الاحتلال من اختراق صدور العشرات من المهنيين الشاهدين على مجازره. ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين وصف ما يحدث بقوله: ما قتل خلال 23 عاما هو نفس العدد الذي قتل في هذه الحرب،
وهي أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام في العالم في هذه الفترة القصيرة، كما أن الاحتلال قتل أكثر من 250 من أفراد وعائلات الصحفيين عقابا لهم على القيام بدورهم استهدفوا منازلهم. ومن بين هذه الاستهدافات تنزل عائلة وائل الدحلوح مراسل الجزيرة الذي قتلوا أسرته. معلش. ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين في فلسطين أن جيش الاحتلال يلاحق الصحفيين وينشر إشاعات واتهامات ضدهم تضع حياتهم تحت طائلة الخطر. كما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ومنازل الصحفيين بشكل متعمد يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال. أما الجيش الإسرائيلي فيتجرأ على إبلاغ وكالات الأنباء العالمية كذبا بأنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفيهم العاملين في غزة. من جهتهم يؤكد العاملون في الصحافة أن ذلك يعد تحديا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين، ويعد انتهاكا واضحا لنص قرار مجلس الأمن رقم 2222 والذي يؤكد على ضرورة حماية مهني الصحافة والأفراد المرتبطين بهم باعتبارهم مدنيين. هي لائحة أممية تحمي المدنيين، لن يقف عندها من قتل أكثر من 13,000 مدني خلال الأيام الماضية من العدوان على قطاع غزة، ولا يزال يتعطش للمزيد. لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدموع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط. هي لا تحمي يا صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدموع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن، نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط، وغادرنا الآن هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته، هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. منذ 3 أيام خرجت تقارير تقول أن إسرائيل تقيم مذابح كاملة في جباليا، وأن الإعلام غيب عن عمد. ماذا يخبئ الزمن عن هذه المجازر البشعة والأعداد المتناثرة؟ إذا كان يقال الآن 20,000 شهيد و 60,000 مصاب وجريح، منهم 70% من الأطفال والنساء، فماذا عن المجازر التي لم يكشف عنها النقاب حتى الآن؟ أنا أعتقد إن الأعداد أكتر من كده بكتير فعلا، يعني مش أقل من يعني 100,000 شهيد. وأغلبهم الأطفال والنساء. وإن الفترة القادمة يعني هتوضح لنا مجازر رهيبة جدا. يعني أهلنا في فلسطين اللي بيجي منهم مثلا بنشوفه من غزة بيتكلم عن حاجة فوق تخيل البشر. يعني مجازر فاقت ما يتحدثون عنه إن هو هولوكوست. يعني هولوكوست إيه؟ يعني هذا هو الهولوكوست الحقيقي. بالظبط. ويعني ويساهم فيه كل قادة العالم الغربي الدموي. وبدأت يظهر لنا ده بشاعة النظريات الغربية. يعني ما يحدث الآن هي نظرية اتكلموا عليها اسمها الاستبدال العظيم. يعني ان في تهديد للجنس الأبيض اللي هو بيمثلهم دلوقتي يهود الأشكناز والإسرائيليين ضد العرب والمسلمين اللي هم شايفينهم هم خطر على بقاء البشرية. وبدأت وأنا أتوقع بشكل كبير جداً أن ما بعد 7 أكتوبر يعني وبعد حرب غزة بدأنا هنبتدي نتكلم هنا عن تغير في المنظومة العالمية، في النظام العالمي. الحديث عن المشروطية وحقوق الإنسان والديمقراطية أصبح محل يعني مراجعات. لا توجد حقوق إنسان. حقوق الإنسان دي يعني يوروسنتريك، يعني بتكلم عن مركزية أوروبية الأمريكية. يعني لكن بقى ما غير الجنس الأبيض، إحنا كده إحنا يعني إحنا حتى ما حصلناش الحشرات من وجهة نظرهم.
نعم. يعني أعتقد أن ما يحدث الآن سيغير المنظومة ككل. حجم الدمار وآلة القتل وسفك الدماء، هم حتى الأمريكان شايفين أن الإسرائيليين ما بعد الحرب سيواجهون مخاطر لعلاقة بالقانون الدولي الإنساني. وده فعلا اللي بدأ يتحرك. كل المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية بدأت تنادي بذلك. وبدأ في البعض يعمل حملات أدفاكسي، والبعض بيتكلم عن رفع قضايا و يعني لا، هو ما بعد الحرب يعني إسرائيل ستواجه وضع دولي شديد السوء. علشان كده ما بعد الحرب، وأنا أتوقع إن هيتم بقى إيه الحديث عن إيه التأخي والإبراهيمية والأخوة الإنسانية، ويلا نقعد مع بعض ونحب بعض ونعيش في سلام، عشان نبتدي ننسى المجازر والبشاعة وآلة البطش اللي بيعملوها الإسرائيليين. الإسرائيليين لا، السلام الإسرائيلي هو سلام بيقوم على فكرة الهيمنة والتبعية والخوف، هو ده اللي يهمهم. يعني الأرض المحروقة، الذل، يعني زي فكرة إيه النظرية برضو عملها واحد اسمه دوم هوف إسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمها Power Elite، نخبة القوة، نخبة قليلة تتحكم في كل مقاليد القوة مقابل مجموع يعني مظلوم ويتم القهره. وهو ده اللي يعني بيتجه إليه الإسرائيليين. الإسرائيليين، خليني أرجع لحضرتك بالذاكرة إلى ما بعد اتفاقات إبراهام، كانت أول صفقة عملوها ودخلوها إلى أحد دول اتفاقات إبراهام نص طن كوكايين، أكبر صفقة مخدرات في الشرق الأوسط، بالرغم أن لا يوجد معهم حقوق يعني حدود مشتركة. طب دخلوها إزاي؟ ونص طن ده إيه؟ هو ده السلام الإسرائيلي. يعني وده اللي احنا شايفينه ما حدث من مجازر تجاه أهلنا في غزة، ده أبارتايد. وأنا عايزة أحيي موقف جنوب أفريقيا اللي قطعت العلاقات تماما مع إسرائيل، لأن ده رجعهم تاني إلى الأبارتايد اللي كان بيحصل عندهم. فصل عنصري طبعا، والقضاء، التطهير العرقي، يعني ده تطهير عرقي. انت بتستهدف الاطفال ليه؟ انت بتمنع، انت مش عايز اجيال جديده، اللي عايز اجيال خاضعه. وبتستهدف النساء ليه؟ عشان بتستهدف هنا فكره الديموغرافيا وعدم الاتساق الديموغرافي بين يعني الخصوبه في عند اليهود والخصوبه عند اهلنا في فلسطين. فما يحدث فعلا هو قضاء وتطهير عرقي. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه انا كنت بلاحظها من زمان، كان دايما لما كان بيدخل اهلنا في فلسطين ايام اي عمليه تجاه اسرائيل، دايما كنت بلاقي الاصابات موجوده في المناطق في الجزء السفلي من الجسم، علشان كانوا بيستهدفوا من زمان فكره التعقيم، انه يعمل عقم الى اهلنا في فلسطين، الشباب والاطفال والنساء. ودلوقتي بقى هو ما عندوش وقت، فبدا بقى بدل ما يعمل تعقيم هو بيعمل اباده. يعني التغيير ده، لان هم كانوا بيسموه دي سياسه قش العشب، بيحاولوا بالراحه خطوه خطوه، دلوقتي لا خلاص، فكره ايه يعني القصف والقضاء تماما والحل الجذري. لكن الحديث كان يدور حول نهايه اسرائيل، بان هذه الحرب قد تشكل نهايه بالهجره، بالتهجير، بان هذا مجتمع غير امن وهو مجتمع غير متجانس. أشكرك أستاذ مصطفى على هذا السؤال. في الدراسات المستقبلية نظرية اسمها بلاك سوين، البجعة السوداء، اللي هي دايما الحاجة الغير متوقعة التي لا يمكن حدوثها. هو الطبيعي أن البجعة أبيض، بس طلع في بجعة سوداء، هو ده نفس الفكرة. الطبيعي أن أمريكا مع كل الدعم ده هي موجودة وهتعمل قاعدة عسكرية لدعم إسرائيل. لكن هل ده يعني أن إسرائيل قد لا تكون موجودة؟ المطالب ده وارد جدا في اطار بلاك سوين. المطالب الشعبيه دلوقتي شعبيا بدات الناس تتكلم على السوشيال ميديا، لابد ان تخرج اسرائيل من هذه المنطقه. هذه المنطقه ليست لا تشبه اسرائيل. ان كما خرجت اسرائيل بعد مجازر ومذابح في اوروبا، لقد فعلت هذه المذابح والمجازر ضد اهلنا في فلسطين. اسرائيل لن تكون امنه ما بعد حرب غزه. نحن لن نكون امنين بسبب اسرائيل ووجودها بداخلنا. اسرائيل دلوقتي المشاكل اللي داخل في المجتمع الاسرائيلي تتاجج. بالرغم من كده، في المقابل حضرتك هتلاقي في اقليم للحكم الذاتي اليهودي عايش في رغد من العيش. بيروبيجان اللي سنه 34 في الاتحاد الروسي. هي كانت في الاتحاد السوفيتي وبعدين الاتحاد الروسي. ونفسه رئيس الاقليم قال من شهر، انا بدعو ان كل الاسرائيليين يجوا، المتضررين من الحرب يجوا عندي في الاقليم وهنعيش حياه جيده جدا. وحتى كانت وزاره الخارجيه الاسرائيليه بتدعم الاقليم.
وان حتى اليهود في روسيا بيتحكموا في نسبه كبيره من الاقتصاد الروسي. طب ما يروحوا امريكا يعني يعني اعتقد ان الازدهار الامريكي عندكم علماء، خدوا العلماء بتاعهم، خدوا اسرائيل كلها وريحونا من هذا الوباء. وطبعا خطر الامريكي خايفين جدا ان يحصل ايه، ما هو ليه حطوا لنا الانجليز اسرائيل في النص؟ عشان محاولات الوحده. ما يقلقوش، مش هيحصل وحده بين الدول العربيه، ما يقلقوش خالص، ما فيش اي مؤشرات. لكن بقاء اسرائيل بهذه الطريقه وارد جدا. اعتقد ان صوت المواطن العربي الرافض لبقاء اسرائيل في المنطقه هو يعطي قوه للمفاوض العربي والاسلامي اذا اراد التفاوض بشكل مختلف. لان هو السلام مش سلام مع الحكومات، ده سلام مع الشعوب. الشعوب رافضاكم ولافظاكم، هتقعدوا تعملوا ايه؟ وجودكم اصبح يعني غير مؤتمن عليكم ولا علينا. فاعتقد ان وجودكم يعني ليس لكم محل من البقاء. نشوف تقرير عن الأوضاع الإنسانية في فلسطين، ثم نعود مرة أخرى للحوار مع الدكتورة هبة جمال الدين. قاعدين تحت حصة الله، يعني المية هيها بتنزل علي هيها. شايف احنا شردنا، والله شردت بأوعية هذولا، هايهم هذولا، غير شحدت شحد من عندنا، سوينا شحدنا انا واولاد اولادي، وهي احنا قاعدين تحت حصة الله، وان شاء الله ربنا يفكها والكل يرتاح من عنده. والله بتقدر والله تصور، شوف المي اللي فوق، شوف انا كيف عايشه، يعني عايشه يعني مش عايزه كلام الواحد، يعني المية هاي فوق راسي هاي، شايف هاي شرد الاولاد راحوا على المستشفى، وهي تعال شوف المية فوق هاي، مش تعال حتى اوريك المية، تعال يا امه تعال، الله يرضى عليك، شوف كيف انا عايشه، هاي المية فوق، شايف المية هذه اللي انبعط النايلون بنزل علي بصبح ميت مقركشه. والله الوضع سيء للغاية، لأنه خيم هي زي ما أنت شايف، خيم ونيلون وأطفال فيش كسوة عندهم، في شواعي يلبسوهم، لأنه طلعنا من الدور في اللبس اللي علينا، ما فيش لا جراسي ولا في سوترات ولا في بطاطين كمان يضغطوا فيهم زي الناس، فيش فرشات تحتهم يفرشوهم، يعني الظروف عندنا مأساوية لغاية الغاية، يعني أمر من أفغانستان فوق بعض، يعني هذه بتقوى 14 نفر، يعني إحنا عندنا نقعد على الرمل في بلدنا، في دورنا اللي انهدمت وتجرفت من مدفعيات اليهود ومن الحزام النار اللي راح حدفوه علينا اليهود، أشرف من هذه المأساة اللي إحنا مشردين فيها. زي ما انت شايف اليوم شتت، هاي بدأت تبدأ تشتت، انت شايف الغيم، هاي خيمتنا غرقنا غرق، ما عرفناش وين نروح ولا نتخبى، ولا في مأوى ولا نتخبى فيه، ولا اشي نتغطى ولا شيء، هيك نحط فرشة وحرام ننام فيه، زي ما انت شايف حياة صعبة، بس بتمنى اقول لهم بس يرجعونا على دارنا وعيش بحرية زينا، نفسي ارجع على دارنا، ارجع لغرفتي. ارجع زي قبل، بديش اضل انا زيك، والشتا يا دوب مشتت عليها خيمة، دوب سترعنا. اليوم غرقنا، صارت المي تسيل علينا واللبس حوالينا وناش مأوى زي الخلق، هذا انت شايف، وهي اللاصة حوالينا، يعني ما ايش بدي اقول لك؟ خبص مش عارفين لا نمرق ولا نقعد، انا قاعدة في الشارع، انا وين بدي اروح ومن بدنا نيجي؟ مطر مكب من الرب علينا وخيامنا طارت وماناش حدا. الاطفال في الشارع هيهم، ما هم وضعهم زي الزفت، نغطي وما فيش الا بطانيتين وكلهم بالكرمش وتحتين الكرمش، فيش قاعدين في السقعه ولا حاجه لهم، لا ما فرش ولا حرام ولا اي حاجه، لهم قاعدين في السقعه. الله تصور Thank you.
دكتورة، العالم العربي الآن نعم دكتورة، العالم العربي الآن وكأنه ينتظر الانهيار الأخير للأسف، رغم المقاومة ورغم صمود الشعب الفلسطيني، ولكن هناك حالة إحباط في الشارع العربي، ربما إحباط من الأنظمة التي لم تتخذ أي قرار أو غير ذلك من الأمور. الشخصية الفلسطينية ما بعد هذه الحرب كيف ستكون؟ هو للأسف ده بيحصل في أي صراع مسلح، يعني حالة الضغط النفسي عالية جدا، يعني في أي أزمة أو كارثة مفروض بيحصل حالة ديبريفينج، تفريغ نفسي، هم عندهم احتراق نفسي رهيب مش حاسين بيه طبعا دلوقتي، ولكن كمية يعني الألم هتبان بعد الحرب، بعد بقى ما يعني ألم الفقد يبتدي يبان ويظهر، ألم مش بس فقد حتى كمان الأحباب، كرامة والعزة كل حاجة، وعندنا نسبة كبيرة جدا هيبقى من عندنا من أهلنا في فلسطين معاقين، حاجات كتيرة قوي، هي دي الحروب. أنا ما أخشى طبعا، يعني إن حضرتك فاكر ما يعني جنوب أفريقيا بالرغم إن إحنا الدنيا عندها مستقرة، ولكن ما زال العنف هناك عالي، وإن في يعني حضرتك ما تقدرش مثلا تمشي وتفتح الشباك العربية ليه؟ بسبب ثقافة الأبرتايد ولسه موجودة متجذرة في الشخصية. أنا ما أخشى هو زيادة نسبة العنف، لأن هم يعني أنا ما أقدرش ألومهم إطلاقا، ما حدث تجاههم أمر لا يحتمل، لا يتحمله بشر، فوارد جدا أن ده يحصل، وارد جدا طبعا هم شايفين أن في حالة من يعني عدم في مفيش حد واقف عم غير الشعوب، الحكومات العربية يعني إلا يعني من رحم ربي يعني والإسلامية أيضا، فوارد جدا أن ده، وده اللي قالوا الأمريكان، قالوا أن يعني استمرار هذا الوضع أتلانتيك كونسل وشنطن انستيتيوت قد يؤدي، حتى راند قد يؤدي إلى اندلاع مزيد من العمليات العنيفة، ووصفوها كمان بالإرهاب في مختلف نقاط في العالم. ودايما ما تلومش الضحية، لوم الجاني، انت اللي عملت كده. الإسرائيليين لن يأمنوا على حياتهم في العالم ككل إذا لم يحققوا يعني حياة جيدة لأهلنا في فلسطين، دولتين زي ما قلنا كمعرب، مبادرة العربية السلام، حدود 67 للقدس الشرقية، ده دلوقتي اللي بيعملوه دلوقتي الإسرائيليين في القدس إيه؟ إحنا لسه شو حريك شفت تصريح وزير الخارجية المصري بيدين ما يحدث، أنتوا إزاي بتتكلموا عن مستوطنة جديدة في القدس الشرقية؟ بيتكلموا كمان عن الشرطة الإسرائيلية سمحت بمسيرة من المتطرفين لتهويد الأقصى. طب يعني أنتوا بتتكلموا إيه؟ جماعات فرسان الهيكل سايبينها وحماية الهيكل، وبتتكلموا عن إيه؟ هو جات الفرصة دلوقتي للقضاء وتهويد كامل للقدس. طيب ما هي القدس دي ما يعني معلش ما هي مش بقى مش قضيه فلسطينيه بقى، هي قضيه عربيه واسلاميه طبعا، يعني بنتكلم في ايه يعني ما يحدث الان هو بالعكس، ده اسرائيل بتكتب نهايتها في العالم ككل، عدم استقرار اي واحد هيدخل بالباسبور الاسرائيلي في اي دوله انت بتكتبه دلوقتي، يعني انا مش شايفه حتى اللي بيخرجوا وبيسافروا من عندهم، طب هيطلع الباسبور الاسرائيلي ازاي لما بيروح اي دوله اي مطار؟ ده بالنسبة لأي حد تاني ده 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 قاتل، ده قاتل، ده إرهابي، لأن أنت اللي عملته في أهلنا في فلسطين دي مجزرة، ده أنت نازي. طيب ما هو ده أنت منتظر إيه من أي حد عنده ضمير حر؟ صحيح. وحتى كل يعني الآلة الإعلامية الغربية اللي هي شديدة السوء ومحاولات التلاعب لم تنجح، لم تنجح، تكميم الأفواه اللي عمله الفيسبوك وتويتر وغيره وغيره لم ينجح. خلاص الصورة الناس شافتها، يعني الكلام ده انت بتحكي بيه على مين بقى؟ فده طبعا بالعكس هم بيشوهوا وضعهم في العالم ككل. وده سؤال لازم مراكز الفكر في اسرائيل تطرحه هي والامريكان، كيف سيأمن المواطن الاسرائيلي على حياته في دول العالم المختلفة مش في المنطقة عندنا بس؟ وده سؤال مهم قوي بعد كل آلة البطش والمجازر اللي هم عملوا. بهذا السؤال نختتم هذا اللقاء مع الدكتورة هبة جمال الدين، وهو لقاء الحقيقة كشف عن الكثير من الأمور المهمة والسيناريوهات المستقبلية للمنطقة العربية. أتمنى أن كل كلمة قالتها دكتورة هبة جمال الدين يستوعبها الآخرون ويدركوا أنهم جميعا في مرمى الهدف، جميعا في خطر
شديد. دكتورة شكرا لك، شكرا على هذا اللقاء. شكرا لكم ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.